من منا لا يحب الشاطئ؟ ومن منا لا يفضل قضاء وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء على رماله الذهبية وممارسة الألعاب والرياضات الشاطئية المسلية؟ ولا أحد يرغب بأن يقضي الوقت على شاطئ متسخ ومليء بالقاذورات والمهملات التي تشوه جمال المنظر. فالحفاظ على نظافة الشاطئ ليس ضروريا من أجل جمالية المنظر فحسب، بل من أجل الحفاظ عليه من التلوث، وبالتالي الحفاظ على مياهه الزرقاء وعلى كائناته البحرية التي تتأثر بشكل مباشر من التلوث الحاصل على رمالها. لذا تحرص إذاعة صيفك بشاطئ آسفي على تخصيص جزء مهم من بثها لتقديم بعض النصائح التي تساعد على المحافظة على البيئة. ونظرا للأهمية الكبيرة التي يوليها برنامج صيفك في نسختها 2021 للمحافظة على الشاطئ باعتباره ملاذا للسكان المدينة من مختلف الفئات العمرية، فإن إذاعة الشاطئ تحرص بشكل دوري على بث حملات للدعاية عبر مكبرات الصوت تحث من خلالها عموم الزوار للحفاظ على البيئة. وبالموازاة مع ذلك ذاع القائمون على هذه العملية للقيام بحملة تنظيف واسعة لشاطئ حاضرة المحيط بعد أن فتح أبوابه وأصبح ملاذا للمصطافين الذين يطمحون بدورهم للاستفادة من خدمات جيدة ترقى إلى مستوى تطلعاتهم للاستمتاع بفصل الصيف فوق رمال ذهبية نظيفة. هذه العملية التي دعا إليها القائمون على برنامج صيفك 2021 والتي تجندت لها جمعية شاطئ آسفي للتنمية المستدامة والتي تمثل أرباب الأكشاك المتواجدة بالشاطئ وشركة آسفي للبيئة. إذاعة الشاطئ وشباب الجمعية وعمال وعاملات شركة النظافة لا يهدأ لهم بال حتى يتمكنوا من إزالة كل ما يمكنه أن ينزع التأمل أو النظر في منظر جميل أو أن يلوث رمالا ومياه هذه المدينة الجميلة التي لا طالما حظت شواطئها بلواء أزرق يرفرف بالموازاة مع مياهها الزرقاء ليعلن عن نظافتها وجودتها لتكون في مستوى تطلعات الزوار. السلام عليكم، معك عثمان، مطينين من الناس ديال الكيوسك ديال البلاج ديال آسفي، ودابا ان شاء الله اسسنا واحد الجمعيه وكان اليوم انطلاقه ديالها. الجمعيه بغينا نحسوا المصطاف ونحسوا الناس اللي قاعد اللي كتجي هنا باهميه اننا نجمعوا الزبال، واننا كل واحد جاي يدوز نهار في لابلاج خاصو يحس بهذه المبادره هذه ويحس باهميه راه حنا جينا لواحد البلاصه خصنا نقادوها، ماشي جينا نتبحروا نخلو زبلنا ونخلو امور اللي غادي تادي واحد اخر. المهم امور راه كيف كتشوفوا راه الدراري مالين الكيوسك راه كلشي حاس بهذا الشيء اللي هو فيه دابا. البلاج راه هو حنا درنا دويره هذا الصباح، جمعنا اللي قدينا نجمعوه وقينا بان الناس حسات بلا ما نوعوا الناس ولات عندها فكره ان خص كل واحد جاي يتبحر. وكانت معنا الاذاعه اللي تهي تبارك الله عليها دارت واحد الدور اللي مزيان، كتحسس الناس بالاهميه ديال جمع الزبل، والاشكال اللي كان عندنا مع الناس ما بقاش. المهم كل واحد ولا كيجي كينقي بلاصتو وهذا الشيء كيفرح. السلام عليكم، معكم رئيس جمعيه شاطئ آسفي للتنميه المستدامه. اليوم ان شاء الله كان هو اول نشاط اللي هو نشاط بيئي اللي كان بشراكه مع
عمال النظافه وبشراكه مع اذاعه صيفوك اللي كان عندها دور كبير ساندونا عطاونا من وقتهم ووقفوا معنا. وشكر خاص للسلطه المحليه ورجال الامن الوطني والقوات المساعده واي واحد عنده غيره على هذا الشاطئ وكيسهر على النظافه ديالو. قمنا بواحد العمل اللي هو جميل، جمعيه شاطئ اسافي للتنميه المستدامه. كنشكروا الناس عاملين النظافه، كنشكروا رجال السلطه كاملين، كنشكروا الطاقم صافي جود، كنشكروا الناس اللي طوعوا بهذه الجمعيه. واليوم قمنا بواحد العمل اللي هو توعوي، اللي هو توعيه وتحسيس، كنوصلوا اللي هو الشاطئ ديالنا اجمل الشواطئ، كنقدموا المجهودات كامله كامله. وكنشكر الناس اللي قاموا معنا بالمجهود ديالهم. باسم جمعيه التنميه المستدامه شاطئ اسفي درنا هذه المبادره الجميله اللي كتحفز التوعيه وتوعيه الزوار للشاطئ وتحسين الجماليه للشاطئ المدينه. وكنساهموا كنا باسم اصحاب المحلات وباسم برنامج صيفوك اللي كيلعب حتى هو الدور ديالو الفعال في توعيه الزوار وفي التنشيط الدائم. احنا كبرنامج صيفوك لهذه السنه في النسخه الرابعه ديالها ارتئينا ان نقوم باول حمله نظافه على مستوى الشاطئ بشراكه مع جمعيه اللي كتضم اصحاب الكيوسك ومع عمال النظافه. وهذه الحمله اللي ما غاديش تكون الاولى، مازال غادي يكونوا حملات اخرين طيله موسم الصيف، وما هي الا رساله اللي كنوجهوها لجميع المصطافين باش يحافظوا على نظافه الشاطئ اللي كتعتبر من بين احسن الشواطئ على الصعيد الوطني. ورساله اخرى هو اننا كاملين مسؤولين، لا من طاقم ديال صيفوك، لا من مصطافين، لا من الناس ديال الكيوسك، لا من عمال النظافه، جميع الناس مسؤولين على نظافه الشاطئ فنحافظوا عليها. احنا اليوم كعمال وعاملات النظافه بالشراكه مع جمعيه جينا اليوم خدمنا احنا وياهم لابلاج، ولكن احنا دائما في لابلاج في الشاطئ ديال اسفي، وانا كشيف ديكيب. وكنشكر العمال والعاملات على النظافه ديال لابلاج، وحنا بشراكه مع وصيفوك حتى هو يوميا يعني كيوعي الناس، حتى هو معاون معنا صراحه يعني كيوعي الناس والحمد لله. وكانت اليوم كان مع الجمعيه كان واحد العمل اللي هو زوين كيف ما لاحظوا الناس وبالشهاده يعني لابلاج، ولابلاج عجبهم ونقي. وشكرا على الجمعيه وشكرا الريسبونسابل ديالنا والمدير حتى هو ديالنا، والحمد لله والشكر لصيفوك بزاف بزاف وليكم. وكن نطلبوا من المواطنين انهم يتعاونوا معنا، يعني احنا كيف ما شفتوا الشركه يعني حاطه هذا لي كوربي عندنا البيكان، يعني كل شيء موفر وحنا في الخدمه ديالهم. الا كان ممكن يجمعوا هذوك يعني الزبيلات بحال كنلقاو الدجاج، نلقاو يعني شي حويجه بحال الباط ديال السردين، يعني شي حوايج اللي هي مضره ليهم اول حاجه، وما حنا في الخدمه ديالهم في خدمه المواطنين وفي خدمه المدينه ديالنا. وكنشكر كل من كان على هذا صار على هذا العمل هذا، وشكرا شكرا للجميع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.